نروح لآخر صيحات الموضة والموديلات العملية. بيصعب يمكن علينا اختيار ايش يناسبنا اكثر في التصميم. انا اليوم مكلج على فكرة، لا لا عادي، في التصميم الداخلي للمنازل. واخيرا انا عرفت انا ايش ابغى خلاص، وبدأت انطلق في هذا الموضوع في بيتي على فكرة. والله أيوة. بالسكن الجديد. ايوه حلو، الله يهنيك يا رب. لهذا السبب مشاهدينا رولا وإيدي راح يشاركونا آراهم المختلفة عن آخر أنواع الأقمشة والستائر المطرزة وأيضا استعمالات الأصباغ وورق الجدران. خلينا نشوف. يلا. بس لحظة، حاسة في حلقة هيك ضايعة. على البساطة البساطة. على البساطة البساطة. الوول بيبر. شو غلط؟ هذه طبعا الموضة جدا مهمة، خصوصا انه ناخذ منها افكار ونطبقها في البيت، لكن صعب انه احنا كل ما نشوف شيء بالازياء نروح نطبقها في البيت. لهذا السبب انا افضل انه نمشي على البساطة، يعني ما في اي تفاصيل، نروح على الالوان البلين ونمشي عليها. يعني بفهم مني كارولا انه انت منك مع التعليق بقلب القماش او بالستاير، مع انه هيدي موضة السنة. بتعرف الانيمال برنت السنه كان كثير دارج بموضه الازياء وبموضه القماش. مثل ما خبرتك اول شيء، مش اي شيء نشوفه على الموضه ممكن تكون بالبيت، وانا ضد فكره البرنت او القماش اللي يكون فيه تفاصيل كثيره. يعني انت تخيل تفوت على صالون او غرفه جلوس تلاقي كل التفاصيل عبارة عن برنت، نقشات، نقشات بالبرادي، نقشات في المجلس، يعني تحس انه كأنه زحمة. مع انه اذا بتتذكري العصور القديمة، يعني من ايام اللوز 15 واللوز 16، بكل الغرف تبعهم كانت كلها معرقة وكان حلو. انا معك في حالة انه التصميم كلاسيكال وفعلا تضيف روح حلوة ودفء للبيت، لكن في الواقع احنا عايشين كل يوم في موضة جديدة وترند جديدة. لهذا السبب افضل انه نروح على البلين بالاشياء الكبيرة مثل السوفاز، الكراسي، نخلي البرنت مجرد على الكوشنز وعلى الاكسسوارز. بما انه وفاتك الراي بالبساطه، مع انه ترند السنه كان التعريق والالوان، خلينا نحكي انا وياك اليوم على موضه الوول بيبر والدهانات. بتعرف السنه كان كثير شايع الوول بيبر بالوانه وستايله وتركيبه، فحسب ما انا شايف انت انك رح تكوني معي بالموضوع. ليه؟ اكيد لا. لولا انت على طول هيك معارضه؟ لا مش معارضه، انا مشكلتي معها انه مو كل ترند نشوفها طلعت نروح خلاص لانها ترند نمشي عليها. يعني هذه المشكلة اللي أنا عندي. يعني الوول بيبر أنا معك، شيء جدا جميل، تركيبه حلو، يضيف كل، يعني كل هالأمور اللي معك فيها، بس مشكلتي أشوفه غير عملي. كيف غير عملي؟ غير عملي، يعني مثلا تخيل أنت صار في شوية غلط على الوول بيبر أو قطعة من قطع الورق الجدران صار فيها شيء، تضطر تغير كله إذا ما لقيت نفس الوول بيبر متوفر بالسوق، صح ولا لا؟ رولا بدي لك شغلة، الوول بيبر إذا انخزق، بتعرف الوول بيبر بيجي بانلز، يعني 50 او 70 سنتي او متر و40، بتشيل البانل وبترك بغيره. وهلا معترف كثير انه بس تركبي الوول بيبر ببيتك على طول عندك شقفه زايده، يعني اذا انخزق ممكن تشيليه وتركبيه بكل سهوله. كانت شائعه من زمان، يعني من الخمسينات والستينات والسبعينات كل العالم كانت تركب وول بيبر. قطعت فتره بسنه ال 2000 صارت العالم كلها متجهه على الدهانات. هلا السنه رجعت الموضه اقوى واقوى بالوول بيبر. تركيبه جدا سهل، يعني مثل ما قلت انه اذا انخزق اهين شيء تشيليه. وثاني شيء بدي اخبرك شغله، الفرق بينه وبين الدهانات انه الدهان اذا بدك تدهني حيط، وين بتروحي بالغباير، وين بتروحي بالريحه، وين بتروحي بوقته. الوول بيبر ممكن تركيه بساعتين، عليك بس تجيبيه وتركبيه. شايفتك انك جدا جدا مع الوول بيبر، لهذا السبب ما رح ازعلك، رح نستخدم الوول بيبر بس في حيط واحد من الغرفة. مش ضروري حيط واحد يعني، بس انه يلا. شكلنا انا ورولا اليوم وياك متفقين، مش غلط مثل ما قلت انه ندمج الوول بيبر مع الدهان، بس بدنا نذكر مشاهدينا انه بحيث بدهم يركبوا الوول بيبر، اهم شيء مكيف يضل شغال ونبتعد عن تركيبه، بحيث اذا كان عندنا بيت على البحر او بيت معرض للرطوبه او شبابيكه بتضل مفتوحه، لانه بالنهايه بده يقبع. بالاخر الموضه جدا مهمه، لكن اهم شيء لازم تناسبنا، وخصوصا بالاماكن اللي نسكن فيها واللي نستخدمها كل يوم. إذا حابين تشاركونا آراءكم وتشاركونا مواضيع ثانية، راسلونا على @saya_show. منتظريكم.